السلام عليكم. وعليكم السلام دكتور. كيفكم يا شباب يا صبايا؟ خلينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ لقاءنا اليوم إن شاء الله تعالى. بنكمل في كلامنا عن في موضوعنا عن البروتين، يعني نفتكر مع بعض. اتكلمنا في أكتر من أوتلاين أو عن أكتر من أوتلاين، اتكلمنا من حيث التعريف بالإلمنت نفسه ومن حيث الفانكشن الخاصة به، سواء كان برايمري فانكشن البروتين هو والفانكشن الأساسية اللي هو برايمري تيشو بيلدينج، اند الأديشنال فانكشنز اللي هي متمثلة في الإنرجي سيستم والووتر بالانس والميتابوليزم والديفنس سيستم، وإيه هي الفود سورسز للبروتين سواء كان من الأنيمال سورس المتمثلة في الميت بمشتقاتها والملك والأج والفش، أو سواء كان من البلانت سورس اللي هي الجرينز واللاجيومز والناتس والسيتس والفيجيتابل والفودز. وبعدين انتقلنا الكلام عن الهيلث بينفيت اند ريسك فيما له علاقة بالمشاكل الصحية، تحديدا اللي ناتجة من الاعتماد على البروتين أو الدايتري بروتين من الأنيمال سورس، حيث تحتوي على الساتوريتد فات والإكثار منها أو الزيادة من الأطعمة اللي هي من مصدر حيواني. طبعا زي ما احنا اتفقنا الناس النباتيين أو الفيجيتيريان هو النظام الغذائي من هذا النوع أو النظام الغذائي النباتي تحديدا، هو له أكتر من صفة وأكتر من جانب مهم، يعني من ناحية مادية وأرخص زي ما اتفقنا، من ناحية تأثيره على من جانب الفيزيكال هو أأمن، من ناحية السيفتي وهو آمن من البريفنشن أو آمن فور ذا بريفنشن أوف مودرن لايف ستايل ديزيز، لأنه الفيجيتيريان دايت هو نفس سورس دي، مش بس النظام الغذائي هو سورس دي للبروتين، هو ايضا بيحتوي على الانساتوريتد فاتي اسيد، بيحتوي على الاطعمه اللي من مصدر نباتي، بتحتوي على الفايبرز، بتحتوي على كومبلكس كربوهيدرات، بتحتوي على انتي اوكسيدانت كونها فيها مينرالز وفيتامينز، بتحتوي ايضا على الريستريكشن القليل من الساتوريتد فات. وبعدين اتكلمنا عن البروتين ريكويرمنت، احنا احتياجنا من البروتين زي اي عنصر بيتدخل فيه اكتر من فاكتور. عندي هنا ايه هي مجموعه الفاكتورز اللي بتاثر او ليها او تتدخل في احتياجنا للبروتين وتحديد متطلباتنا. اولا التيشو جروس، احنا في اي مرحله عمريه؟ هل المرحله اللي احنا عايشينها فيها بتتسم بالجروس والجروس ريت بيكون فيها سريع ولا ايه الوضع بالظبط؟ لان زي ما احنا اتفقنا كل جسمنا فيما عدا الجزء الخاص بالماء فهو في تكوينه بيعتمد على البروتين بما في ذلك من السيلز البادي سيلز والانزيمز والهرمونز والبلازما. فبالتالي مرحله الانفانسي، مرحله الادوليسنت، أكثر المراحل اللي عليها أو اللي فيها البروستيت بيكون سريع، فبالتالي احتياج الفرد عليه فوكس كبير. كمان فاكتور آخر دايتري بروتين كواليتي، نوعية البروتين اللي هي بتعتمد على الكم الأمينو أسيدز اللي موجود فيها، كم المصدر حيواني بيبقى بيختلف الوضع عن البروتين اللي من مصدر نباتي، ايضا نوع البروتين اللي بيتاثر او اللي راجع ليه الكيميكال فاليو اللي هي القيمه الكيميائيه زي ما احنا اتفقنا المترتبه على كم الاحماض الامينيه، اللي هنا بالاشاره او يقدر بالاشاره ان البيض في كميه احماض امينيه اذا مقارنة بالاطعمه الاخرى فهو الاعلى. بيولوجيكال فاليو، القيمه البيولوجيه، هنا البروتين اللي من مصدر حيواني
قيمته البيولوجية أعلى من البروتين اللي من مصدر نباتي، الـ NS أو الديزيز العامل الثالث عندي اللي بيتداخل في احتياج الفرد من البروتين هو كونه بيعاني من مشكلة صحية معينة، فبيحتاج بروتين أكسترا في نظامه الغذائي في الفترة دي، سواء كانت المشكلة دي مشكلة صحية بيصاحبها حالة من الفيفر أو الانكريزري تيشو بريك داون أو حالات الماسيف بيرن أو حالات التروما أو الانجري. وبعدين انتقلنا لكلامنا عن الديفيشنسي، نقص البروتين هينتج عنه ما يعرف بالبروتين انرجي مان نيوتريشن، وقلنا ايه الظروف اللي ممكن الاشخاص حينما تتعرض لها فهم بالتالي عرضه للاصابه بالبي اي ام، الظروف اللي هي لها علاقه بالماديات، عشان كده بنقول مشكله زي دي بتبقى واضحه او موجوده بالمجتمعات او البلدان الفقيره اللي هي غير صناعيه او بين قوسين اللي بنقول عليها الدول الناميه، أو الظروف الشخصية بقى إنه الفرد في مرحلة جراس وجروس ريت سريع زي الأطفال بيبقى عرضة قوي لأن احتياجهم بيبقى مختلف عن الأفراد اللي في المراحل العمرية الأخرى. كمان الناس اللي هي عندها مشاكل في الانتيك بون نيوتريانت انتيك، نقص اوريدي في كم الأطعمة اللي بيتناولوها، قد يكون سبب مادي أو قد يكون لدى كبار السن نتيجة تغيرات صحية مرتبطة أو فيسيولوجيكال تشينجز مرتبطة بعامل السن أيضا، أو الناس اللي عندها اضطرابات في الغذاء، أيضا الناس اللي هي عندها مشاكل صحية، أمراض معينة زي الإيدز، أمراض لها علاقة بالإميونيتي ضعف أو إنفكشوس ديزيز أو ضعف الإميون سيستم، أو أمراض تيرمينال ستيج، كلها مشكلات صحية قد يصاحبها حالة من البروتين إنرجي مان نيوتريشن. قلنا في شكلين عندي من البروتين انرجي مان نيوتريشن، ما يعرف بالكواشر كور وما يعرف بالمارسماس. الكواشر كور هو ان مشكله نقص في البروتين ولكن هذا النقص بالشكل الحاد، اما المارسماس هو نقص ايضا في البروتين ولكنه بالشكل الكرونيك، فبالتالي في الحالتين بيكون الوضع العام او النتيجه النهائيه في ستانتد جراس، يعني في تغير او في بطء وتاخر في عمليه النمو، وفي ويكند اميون سيستم ضعف في الجهاز المناعي، وفي بور ديفلوبمنت. الاكسس دايتري انتيك زي ما احنا اتفقنا، كم زياده او زياده في كم البروتين هي بتكون مرتبطه زي اي عنصر اخر في زياده منه او في حال الافراط في استهلاكه، بينتج مع الوقت ما يعرف بالسمنه نتيجه ان كل ما يزيد عن حاجه الجسم او احتياج الجسم من الطاقه من مخزون الطاقه، فبالتالي هو في النهايه بيخزن على شكل دهون، وبالاخص الناس اللي بتعتمد على الافراط او استهلاك البروتين بشكل مفرط من مصدر حيواني من الاطعمه اللي من مصدر حيواني، فبتحتوي على اوريدي على ساتوريتد فات، فدي بتكون ريسك فاكتور للكارديو فاسكولار ابنس تحديدا نتيجه الدهون والهايبرليبيديميا والليفيشن السيروم كوليسترول والترايجليسرايدز، كل هذه الدهون بمسمياتها المختلفة أو بالكلاسس المختلفة بتزيد أو بترتفع نسبها، وبالتالي بتتراكم هذه الدهون وتوجد حوالين بيحصل accumulation ليها حوالين الارتيريال وول أو البلاد فيزلز وول، وده بيقلل من الإلاستيسيتي بتاعت البلاد فيزل وبيدخل الشخص في حالة hypertension، ووارد جدا إن يحصل obstruction انسدادات بالأخص في لو أثرت على الكروناري أرتريس اللي هي المغذية لي أو المسؤولة عن التروية لعضلة القلب، ده هيؤدي للهارت أتاك. مشكلة أخرى طبعا زيادة الشخص في استهلاكه للأطعمة اللي بتحتوي على بروتين، ده بيكون على حساب أنماط أخرى أو أنواع أخرى من الغذاء اللي هي تحديدا الخضروات والفواكه بيكون بالمقابل، والحبوب بيكون بالمقابل اهتمامه بهذه الأشياء أو الأكلات بيكون أقل. بالإضافة لمشكلة أخرى، مين المسؤول، مين العضو المسؤول عن تخلص الجسم من النيتروجين اللي هو أوريدي داخل في تكوين البروتين كمكون كيميائي للبروتين؟ هي الكدني، فده بيكون لود أزيد عليه.
طيب قد ايه احنا محتاجين؟ نفتكر مع بعض، قلنا دايت الكربوهيدرات محتاجين من توتال السعرات الحراريه ما نسبته 45 ل 65%، الدهون من 20 ل 35، والناس اللي عندها فاميلي هيستوري او بوزيتيف هيستوري تلتزم بالحد الادنى ويفضل من الانساتوريتد فات. طيب البروتين محتاجين قد ايه؟ التشيلدرن اند ادلت شود جيت 10 to 35% of their total calories أو caloric intake from protein. يبقى احنا محتاجين من نسبة من 10 ل 35% من توتال سعراتنا الحرارية بشكل يومي من الأطعمة اللي بتحتوي على البروتين. The recommended dietary allowance standard relate to the age, sex and weight of the average person. يعني ايه؟ يعني الكم بنربطه بي او بيبقى مرتبط بي الايج السن الشخص او عمره، السكس او اي سكس ينتمي او اي جندر ينتمي، والاضافة للأفرج او الويت بتاع الشخص، لانه هنا بالنسبة لي تحديد كم البروتين بالضبط لما برجع للويت بنعمل معادلة بسيطة. بنعمل ايه بقى؟ وزن الشخص بالكيلو جرام بنضربه بالنسبة للشخص الأدلت، بالنسبة للشخص البالغ، بالنسبة للأدلت تحديدا نجيب وزنه بالكيلو جرام، يعني وزنه قد ايه؟ هنقول مثلا سي 50 كيلو مثلا، هنضربه في قد ايه لكل كيلو جرام عشان نحدد محتاجين قد ايه من دايت البروتين؟ هنضربه في 8 من 10 جرام، يبقى 50 اللي هو الوزن بكيلو في 8 من 10 جرام يعني اقل من جرام، هيطلع لي تقريبا قد ايه الشخص في حاجه ل 40 جرام يوميا. يبقى هنا بيتحسب كم البروتين من حيث الوزن. Needs are higher for infant، بس ما ننساش انه في شرائح بقى احتياج للبروتين بيكون مختلف او ازيد او بيكون اكتر من المعادله اللي احنا حسبناها. مين الاطفال؟ لان انا عندي الكبير السن بحسب له وزنه في 8 من 10 جرام، اما الانفنت اللي هو عمره سنه ولا سنه ونص ده انا بحسب له وزنه في 2.2 جرام من البروتين. يعني وزنه سي 10 كيلو مثلا الطفل ده في اول سنه او في نهايه اول سنه وقت عيد ميلاده مش هيزيد عن 9-10 كيلو يعني مثلا، هنضربها في 2.2 يطلع لي 22 جرام. اما الشخص البالغ فبضربه في 8 وزنه في 8 من 10 جرام. طيب يبقى دي شريحه عندي هما في حاجه للهاير بروتين. كمان يا جماعه في شريحه اخرى اللي هم البريجننت واللاكتيتنج وومن، اللي هم السيدات سواء كان في فتره البريجننسي، وده هنتكلم عنه في الشابتر بتاع الماتيرنال نيوتريشن، هنتكلم عن العناصر اللي عليها فوكس في الفتره دي او عليها ستريس في الفتره دي، بلس اللاكتيتنج او البريست فيدنج مادرز اند بوتنشالي فور فيجنز، والناس اللي هي النظام الغذائي ان بيعتمد على النباتي فيجيتيريان او فيجنز ليهم برضو حسبه مختلفه. كده خلصنا كلامنا عن موضوعنا عن البروتين. طيب بنرجع بنشوف بنكمل سلسله النيوتريشنال المنت وهنشوف كلامنا عن الووتر. طيب دلوقتي هنفتح في موضوع جديد عن الووتر. يبقى احنا اما ابتدينا سلسله النيوتريشنال اليمنتس تحديدا اتكلمنا عن الدايتري كاربس والفات والبروتين، بنكمل وبنقول ايه بقيه العناصر الغذائيه الاخرى اللي احنا في حاجه اليها من خلال نظامنا اليومي. الووتر طبعا احنا لما نيجي نتكلم عن الووتر يا جماعه بنقول ان هي مطلب اساسي لحياه الفرد، تمام؟ فبالتالي التسلسل الريكويرمنت كده عشان فور سرفايف او فور لايف هي بيعتمد على نمبر 1 الاكسجين او الاكسجينيشن، ونمبر 2 الووتر. ما نقدرش نعيش من غير ميه، يعني ما نقدرش نعيش من غير اكسجين الا لفتره محدوده، فتره بسيطه جدا تتخطى دقائق، وبعض الاورجانز لو حصل لها ديجنريشن نتيجه لحرمانها من الاكسجين فبالتالي اللي هو يمس النورشمنت اساسي ليها، بالتالي هيحصل ديجنريشن ودمج ومش هيحصل تاني ريجنريشن. وبعدين احتياجنا للميه بيكون لفتره ايضا،
قوي امتناعنا عن الطعام او اضرابنا او رفضنا للطعام ممكن يخلينا لسه عايشين لفتره اطول شويه من امتناعنا عن الميه او ان احنا ما نلبيش حاجتنا من الووتر. طيب الووتر يا جماعه لما نيجي نتكلم فيها كباك جراوند هنقول ايه؟ هو نفس الكلام is the most vital nutrient to human existence، يعني هو عنصر حيوي، أكتر عنصر حيوي هام جدا لحياة الشخص أو لوجود الإنسان، مش بس إحنا كبشر، لأ ده كمان أي كائن حي، وجعلنا من الماء كل شيء حي، human life and all other life forms sharing this planet. أي الإنسان وأي كائن آخر حي بيعتمد في استمراريته أو في بقائه على الـ constant supply من الووتر. يبقى هنا يبقى all other life forms sharing this planet depends on a constant supply of water. يعني إيه؟ يعني إحنا طول الوقت محتاجين للمية، تمام؟ Human can survive longer without food than water. يعني الشخص ممكن يعيش فترة أطول بينما هو ممتنع عن الطعام أطول من امتناعه عن المية أو عدم تزوده بالمية. One of the most basic nutritional tasks is meeting this need for a continuous supply of water. مهم جدا إن إحنا في نظامنا الغذائي إن إحنا زي ما اتفقنا نتزود بشكل دائم من حاجتنا من الماء. Ensuring a balanced distribution of this precious water to all the body cells is the primary physiologic function. يعني إيه؟ يعني إحنا محتاجين مية باستمرار، نتناول المية باستمرار، مش نعتمد على تناولنا للمية اللي هو إحنا لما نحس بالعطش. يا جماعة العطش اللي إحنا بنستجيب له بالشرب ده بيكون جرس إنذار، ألارم كده إن الجسم إيه داخل على يعني بيستغيث وإلا يدخل في حالة من الجفاف. لا، لازم يكون فيه اعتياد على تناول المية سواء كنا عطشانين أو لا بشكل منتظم عشان نضمن التوزيع الصح للسوائل داخل جسمنا بالنسب المفروض تكون عليها، سواء كان كم المية داخل الخلية قد إيه، وده اللي هنتكلم فيه إن شاء الله، أو خارجها قد إيه. يبقى علشان ليه؟ لأنه في النهاية كل الفيسيولوجيك فانكشنز اللي بتتم داخل الخلية هي بتعتمد على إنه نسب المية فيها وحواليها مظبوطة. The body water distribution and requirement. Water is the fundamental nutrient. تعريف بسيط وسريع جدا ومختصر ويعني في النهاية في الإفادة، هو إن المية هي fundamental nutrient، يعني عنصر غذائي أساسي. The principles عندي are essential to an understanding of balance and uses of water in the human body. يعني إحنا عندنا في عدة مبادئ بتوضح لنا أو بتفهمنا إنه أهمية إن يبقى في توازن في توزيع النسب المية داخل الجسم. إحنا اتفقنا إن جزء من تكويننا هو مية، جزء من جسمنا هو مية، وهنتكلم يعني إيه مية، سواء كانت مية موجودة داخل الخلية أو خارجها من خلال إيه. ويوزس أوف ووتر، المية دي كمان وهي موجودة في أجسامنا هي مش بس بتديله شكل، لا بتقوم بعدة وظائف. Unified whole, the human body form one continuous body of water. زي ما احنا اتفقنا شكل جسمنا بيعتمد على تكوين او تركيب جسمنا من عدة سيستم بما فيها من organs و tissue cells وبما فيها من جزء من التكوين بيعتمد على وجود المية. Every space inside and outside of cells is filled with water. يعني ايه؟ يعني كل مسافة أو كل فراغ سواء كان داخل الخلية أو سواء كان من الخارج بيحيط بالخلية هو ممتلئ بالمية. This body flows. Therefore, water is indeed as an essential nutrient necessary for life. اللي بالتالي ده اللي بيفصل لنا أهمية المية عشان نفضل إن إحنا عايشين، لأن الخلية اللي هي النواة في تركيب جسمنا واللي هي بيحصل فيها كل العمليات أو بيحصل داخلها كل العمليات الفسيولوجية لازم يكون جواها المية بنسبة وحواليها المية على أشكال معينة أيضا بنسبة. Body water compartment. Compartment is used in human physiology to refer to dynamic system within the body. Body defense dynamic mechanisms are constantly
يعني shifting water to places of greatest need and maintaining an equilibrium among all parts. يا جماعة المية اللي موجودة دي هي موجودة بنسب زي ما احنا اتفقنا قدر معين داخل الخلية عشان يمكنها من أداء وظيفتها، قدر معين أو نسبة أخرى خارج الخلية وعلى شكل سوائل معينة هنتكلم فيها. القصة دي في تعتمد على إن في dynamic mechanism، يعني وجود النسب أو النسب للسوائل بقدر معين إكسترا وقدر آخر إنترا، دي حاجة اسمها دايناميك ميكانيزم، يعني آلية فيها نوع من الحركة لنقل المية عشان تفضل أو للحفاظ على المية، الحفاظ على نسب المية بالقدر هنا بالشكل بالقدر هنا داخل الخلية بقيمة معينة وخارجها بقيمة أخرى، ده علشان لضمان حالة الاتزان أو التوازن بين كل أجزاء الجسم. Particles in water solution, the concentration and distribution of particles in water solution. المية بتركيزها بنسبها دي كلها in various places throughout the body determine all of internal shifts and the balance between compartment within the total body water. توزيع المية مش بس التوزيع، التركيز، التغيرات اللي بتحصل، التوازن اللي بيحصل، كل ده مهم جدا بيتم بشكل مهم جدا داخل أجسامنا. يبقى في توازن، في تركيز، في نسب لتوزيع المية. Hemostasis, the body water dynamic balance is called hemostasis, is referred to similar balance, اللي هو حالة الاتزان. The body has a great capacity to employ numerous finely balanced hemostatic mechanism to protect its vital water supply. يعني حالة الاتزان، لما نيجي نقول حالة الاتزان هي حالة dynamic أو dynamic balance، حالة الاتزان أو حالة التوازن هي حالة متغيرة بتعرف بالهيموستيزيس، معناها إن إنه الحفاظ على نسبة المية زي ما اتفقنا، حركة المية، توزيعتها، تركيزها، كل ده مهم، ودي عمليات بتحصل داخل أجسامنا. طيب لما نيجي نقول المية زي ما احنا اتفقنا جسمنا بيتكون من ايه، جزء منه من المية وتختلف من الفيميل للفيميل، والجزء الاخر اللي هو تركيب تكوين جسمنا بالبادي سيستمز اللي فيها من اورجانز مختلفة. طيب الجزء من جسمنا اللي بيتكون من المية ده وظيفته ايه بقى، او جزء المية داخل اجسامنا ده وظيفته ايه؟ وظيفة البادي ووتر فانكشن كالتالي، او الوظائف كالتالي، عندي تو سيرف لايف سستيننج فانكشن. احنا عمالين نقول الميه هي نيوتريانت، فاندمنتال نيوتريانت، هي عنصر غذائي حيوي واساسي يضمن حياه الفرد او بقاء الفرد حيا. طب ليه؟ لانه الميه بتقوم بهذه، الميه داخل اجسامنا بتقوم بهذه الوظائف، منها اكت از سوليفنت يعني بتعمل كمذيب. هنقول عناوين الوظائف وبعدين نتكلم على كل فانكشن على حده. هي act as solvent، هي بتعمل كمذيب. serves as a means of transport، بتعمل كناقل. provides form and structure، المية بتعطي شكل وتكوين أو داخلة في تكوين جسم الإنسان. regulate temperature control، كمان ليها دور آخر إن هي بتنظم درجة حرارة الجسم. provide lubricant أو lubrication for the body، هي بتعمل كملين. طيب نبتدي نشوف أول وظيفة solvent، المية لما بتعمل كمذيب. water provide the basic liquid solvent for all chemical processes، أو بيعد كمذيب أو سائل مذيب أساسي لكل العمليات الكيميائية اللي بتحصل في الجسم. Thus, water is as a basic solvent, multiple water solutions needed throughout the body to allow life-sustaining metabolic activities. يا جماعة عمليات الحرق، عمليات التبسيل الغذائي اللي طول الوقت بشغالة بتتم داخل الخلية، هذه العمليات اللي هي مستمرة وبتحصل علشان تتم بتحتاج لكم من المية. احنا طول الوقت بنقول محتاجين باور، محتاجين انرجي. الانرجي اللي احنا بنحصل عليها دي نتيجة ايه؟ الاكل اللي احنا بنتناوله. بعد عملية الانجيشن والدايجيشن بيحصل له ميتابوليزم، نواتج الميتابوليزم ايه؟ اللي هو الانرجي، حصولنا على الطاقة من تحول دايتري كربوهيدرات للجلوكوز. طيب
انا دلوقتي الانرجي اللي طول الوقت انا في حاجه اليها معتمده على عمليات الميتابوليزم اللي هي طول الوقت بتحصل، عمليات الحرق اللي هي بتحصل طول الوقت. طيب عمليه الحرق دي في حد ذاتها محتاجه لتر من الميه بشكل لتر بشكل يومي. يبقى هنا الووتر الفانكشن ليه كسوليفنت هو مذيب لل او سائل مذيب لكل الكيميكال بروسس اللي بتتم، لكل العمليات الكيميائيه اللي بتتم، اللي هي مقصود بيها عمليات الميتابوليزم اللي هي بتحدث والهدف منها تزويدنا بالطاقه. انت شو بيلدينج تو بروسيد. يبقى اذا عشان تتم عمليات الحرق ده بتتطلب للميه. كمان فانكشن اخرى للبادي ووتر هو كترانسبورت. الميه كناقل بقى، كناقل ازاي؟ ووتر سيركيوليت throughout the body in the form of blood and various other secretions and tissue fluids. يعني ايه؟ يعني في حركه للميه طول الوقت داخل اجسامنا. طب حركه الميه او دوران الميه داخل اجسامنا ده بيتم على شكل ايه؟ عندي البلاد سيركيوليشن، الدوره الدمويه طول الوقت شغاله. يا الدوره الدمويه بتتوقف يا جماعه؟ لا، دورة دموية طول ما احنا عايشين عندنا الهارت بيعمل ايه؟ طول الوقت شغال بامبنج، عمال يضخ، عمال يضخ الدم منه لكل اجزاء الجسم وكل خلايا الجسم، ويرجع الدم ده يحصل له ايه؟ يحصل له عملية تبادل البلاد اكستشينج او اكستشينج للبلاد جازس، وبعدين يرجع تاني للهارت وبعدين يضخ تاني وهكذا. فعملية السيركيوليشن هي عملية مستمرة طول ما احنا عايشين. فالسيركيوليشن هنا حركه الميه هي من خلال حركه الدوره الدمويه. And various other secretions مش بس حركه الميه من خلال البلاد سيركيوليشن، لا كمان من خلال افرازات اخرى والسوائل اللي موجوده بين الانسجه. In this circulating fluid many nutrient secretions metabolites من خلال دوران السوائل في العديد من العناصر الغذائيه والافرازات ميتابولايز برودكت فورم ميتابوليزم اند اذر ماتيريال كان بي كاريد فريلي اباوت تو ميت ذا نيدز اوف اول بودي سيلز. يعني ايه الكلام ده؟ يعني من خلال حركه من خلال الدوران اللي بيحصل، هنقول على سبيل المثال من خلال عمليه البلاس سيركيوليشن، هي عمليه الدوره الدمويه اللي هي طول الوقت شغاله من الهارت للبادي اورجانس والعكس صحيح، عشان يتم لللنج عشان يتم الاكستشينج للجازز ويرجع تاني البلاد للهارت ويرجع يضخه تاني وهكذا. العمليه اللي هي شغاله بشكل اوتوماتيك واحنا عايشين دي، وتدل على ان احنا لسه فينا الحياه. ايه الهدف منها؟ الهدف منها ان من خلال البلاد بيصل النورشمنت الاساسي لكل خليه اللي هو الاكسجين. فاذا احنا عندنا ايه؟ عندنا من خلال عمليه او من خلال الدوره الدمويه بيصل للخليه الاكسجين اللي هو النورشمنت الاساسي ليها. The cells fundamental needs الاحتياج الاساسي للخليه اللي هو الاكسجين، النورشمنت اللي هو بيمثل الغذاء زي ما احنا اتفقنا الاساسي ليها، والنيس فور اول اتس كيميكال اكتيفيتيز وكل ما يتطلب اتمام الانشطه عمليات التمثيل الغذائي والانشطه الكيميائيه must be met at all times. المفروض ان كل هذه الاحتياجات بيتم تلبيه السيل ليها طول الوقت. إذا نلخص اللي احنا قلناه، كترانسبورت الووتر وظيفته كترانسبورت باعتباره داخل في أو من خلال البلاس سيركيوليشن، لأنه هذه الدورة الدموية اللي هي شغالة طول الوقت، فهي الهدف منها نقل الأكسجين اللي هو بيمثل نورشمنت أساسي لكل خلايا الجسم لإتمام لأدائها لوظيفتها وإتمام العمليات المختلفة المسؤولة عنها أو الوظائف المختلفة المسؤولة عنها، ومن خلال وجوده في سكريشنز أخرى. طيب الووتر برضو وظيفة أخرى بيقوم بيها هي بادي فورم أند ستراكشر. إحنا قلنا جزء من جسمنا بيتمثل في الماء. طيب يبقى هنا معناها إن المية داخلة في إعطاء شكل، داخلة في تركيبة جسمنا وإعطاء شكل ليه، داخلة في تركيبة جسمنا وإعطاء شكل ليه. Water help to give structure داخل في التركيب and to form تمام to the body. طيب هي ازاي داخله في تكوين جسمنا او ازاي مسؤول ازاي الميه مسؤوله او السوائل مسؤوله عن اعطاء شكل ليه؟ من خلال وجودها وانتشارها وتوزيعها من كل فراغ داخل اجسامنا.
او بين كل فراغ داخل الانسجه اللي هي مكونه للاورجانز اللي مكونه للبادي سيستمز، يبقى تو ذا بادي باي فيلينج ان سبيسز، هي متوزعه في الفراغات اللي بين وزن ذا بادي تيشو. المسلز كونتين مور ووتر ذان اني اذر بادي تيشو، اكتر مكان فيه نسبه سوائل هي الايه العضلات. طيب وظيفه اخرى للبادي فلويد او ووتر اللي هي بادي تمبرتشر، ازاي الحراره او حراره اجسامنا تفضل في الرينج، ازاي تفضل في الرينج الطبيعي طول ما الشخص ما بيعانيش من مشكله صحيه معينه، تفضل في الرينج سواء كنا في الشتاء سواء كنا في الصيف، وحراره اجسامنا تفضل في الرينج المعتاد ده من خلال التالي: الووتر از نيسيسري تو هيلب مينتين ستيبل بادي تمبرتشر. هو مطلب زي ما احنا اتفقنا من واحد من الوظائف اللي بيقوم بيها هو استقرار درجه حراره الجسم في الرينج الطبيعي. As the temperature rises, sweat increases and evaporates, thus cooling the body. خلينا بما ان احنا الجو حار، الجو الشوب اللي احنا فيه والحراره اللي بتصل اعلى مستوياتها خاصه في الفتره اللي احنا فيها من الصيف، اللي بيحصل؟ اللي بيحصل عمليات بتتم بالشكل الاوتوماتيك، سبحان الله، الجسم متبرمج ذاتيا كده، الحراره بتعلى، احنا ماشيين في او موجودين في جو حار او ماشيين في مكان مكشوف وفي حراره وفي شمس، ايه اللي بيحصل؟ يحصل ايفابوريشن. يعني ايه ايفابوريشن؟ تبخير. التبخير ده ناتج عن ايه؟ عن عمليه السويتنج، التعرق. تمام؟ طيب احنا لو العرق ده مش موجود ايه اللي هيحصل؟ لو ما فيش العرق اللي هو اللي بيعمل لنا كولينج ده، بيبرد لنا جسمنا، العرق ده سبحان الله احنا قد ايه بنتضايق منه، ولكن هو بيحملنا جلدنا من الحر، من الحر. احنا لو الحراره عاليه، حراره الجو، واحنا ماشيين في مكان حار ومكشوف مباشره مع الشمس، هنلاقي جلدنا ده اتحرق. لكن العرق ده كانه ندى، الندى ده او العرق ده بيعمل ايه؟ بيرطب، بيخفف الشعور بالحراره شويه، بلس انه هو بيمنع تعرضنا للحرق. طيب خليني اشوف مين موجود معايا دلوقتي قبل ما نكمل. حمزة؟ نعم. هيا؟ زينة؟ موجودة دكتورة. زينة؟ حاضرة دكتورة. أحمد سمير؟ موجودة دكتورة. أحمد مصطفى؟ موجودة يا دكتورة. أروى؟ موجودة دكتور. إسراء؟ إسراء؟ إكرام؟ نعم دكتورة، إسراء موجودة معانا. كمان الزهراء؟ أميمة؟ دكتورة موجودة. حياة؟ بسنت؟ موجودة دكتور. بيان القرآن؟ نعم دكتورة. بيان شناعة؟ نعم دكتورة. كمان معانا جمال؟ نعم دكتورة. حالة جمال؟ نعم دكتورة. حالة سماجي؟ نعم دكتورة. حالة عيسرة؟ نعم دكتورة. حنين؟ نعم دكتورة موجودة. راما؟ ريهام؟ موجودة. رغد؟ نعم دكتورة. تالي؟ سنابل؟ نعم دكتورة. سنابل؟ دكتورة. عبد الرحمن؟ نعم دكتورة موجودة. ماشي. عبد الرحمن وعبد الله؟ موجود عبد الرحمن. غنى؟ كريم؟ موجودة. موجود دكتورة. مجد؟ موجودة دكتورة. محمد الفخري؟ محمد وجيه؟ موجودة دكتورة. مكة؟ محمد الفخري موجود دكتورة. دكتورة؟ مكة؟ محمد الفخري. ماشي يا محمد. مكة ومنى ونهال. منى موجودة يا دكتور. نهال السيد؟ تمام. نورهان؟ موجودة دكتور. نور؟ همسة؟
وعد. نعم دكتورة. دكتورة نور موجودة. ماشي يا حبيبتي. حد ما سمعش اسمه لطفية. دكتورة ما حكيت اسمي إكرام. لطفية إكرام. دكتورة. إكرام حكيت يا إكرام ماشي. نور محمد. إيش دكتورة؟ ريما. دكتور ريما. حكيت نورهان. وريما ده ريما من الأول خالص. طيب. دكتور سجلتي الحضور. همسة مين اللي بيتكلم؟ إكرام. إكرام. ما تقلقيش. همسة ها مين عايز يقول إيه؟ كريم دكتورة. كريم تمام يا كريم. دكتورة أميمة. أميمة تمام يا أميمة. خلاص خلينا بنكمل لقاءنا إن شاء الله. نقول خمس دقايق فاصل سريع كده اللي هيصلي المغرب ونرجع نكمل. دكتورة بس سؤال. اتفضلي. اتفضلي. دكتورة هسا الأسايمنت اللي أعطيتينا إياه البحث كيف طريقة التسليم تبعيته؟ والله أنا مستمعة يا قولي تاني. دكتورة السيمينار اللي أنت طلبتيه مني. كيف طريقة التسليم؟ طريقة التسليم هترفعوه على المنصة. يعني واحدة من المجموعة ترفعه ولا كل كل واحد يرفع مقابل اسمه. يعني كل واحد انتوا مجموعة سي خمسة كل واحد يرفع مقابل اسمه الموضوع بالكامل مش الجزء اللي هو كان مسؤول عنه بس. دكتورة يعطيك العافية. يا رب يعافيك تفضلي. دكتورة أنت طلبتي مني موضوع عن الكانسر هسا لازم الكانسر بشكل عام ولا لا؟ لا 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 أنا يا جماعة أنا مدياكم مثلا تايتل كبير مش عاملة مش محددة شيء فرعي يعني زي مثلا الكاردياك في أمراض كتير قوي بس أنا مدياكم عنوان الشابتر نفسه. أنتوا اتفقوا واختاروا مثلا عايز تتكلم عن اللوكيميا أوكي ما هو ده نوع من الكانسر أو كانسر في مكان معين عادي يعني عايزين تتكلموا عايزين تتكلموا عن المرضى البريست كانسر ماشي ما عنديش مشكلة بس في النهاية أنا مدياكم عنوان رئيسي تتفقوا على عنوان فرعي واشتغلوا عليه. شكرا دكتورة. العفو. أي سؤال آخر؟ خدوا بالكم علشان الوقت ما يجريش منكم وفي الديدلاين آخر الشهر أوكي؟ علشان كمان المواعيد اللي أنا بلغتكم بيها من قبل العمل البرزنتيشن لي يعني. طيب يلا خلينا احنا كده كده وقتنا خلص السيشن دي نرجع نكمل إن شاء الله.